يعني متى يهدم الإسلام ويذهب؟ إذا وجد إيش؟ أمرين، أحدهما ذهاب العلماء والأخيار، والثاني حدوث أقوام يقيسون بآرائهم، يعني يتكلمون في الأمور الدينية بمجرد الرأي والنظر العقلي. طيب كيف يمكن أن نحافظ على العلماء والأخيار وندفع وجود من يقيسون بآرائهم إذا بقي الإسلام في الناس؟ فثبات الخير في الناس يكون ببقاء الإسلام فيهم، فيكون الإسلام واجبا. طيب ما هو أعظم ما يبقي الإسلام في الناس؟ التوحيد. التوحيد كيف يبقى في الناس؟ التوحيد هو عبادة الله وحده. عند البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه لما ذكر آية سورة نوح في ذكر رؤساء من يعبده قوم نوح، قال كان هؤلاء يعوق ويغوث ونسر، كان هؤلاء رجالا صالحين في قوم نوح، فلما ماتوا اتخذوا تماثيل، ولما طال عليهم الأمد ونسي العلم عبدوهم من دون الله. يعني سبب الشرك نسيان العلم، يعني نسخ العلم. يعني كيف يحفظ التوحيد وما دونه من الخير؟ بالعلم. هذا الحديث أول فتنة وقعت في الأرض الشرك كان سببها ذهاب التوحيد. ولذلك في الصحيح أن الدجال إذا نجمت فتنته يأتيه رجل فيعرض عليه أن يؤمن به فيقول أنت المسيح الدجال الذي أخبر عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيؤمر به فينشر بالمنشار نصفين، يعني قص نصفين، ثم يأمره أن يقوم فيقوم بأمر الله فيعرض عليها الإيمان به فيقول ما ازددت فيك إلا يقينا، أنت المسيح الدجال الذي أخبر عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل ما الذي أنجاه من الفتنة؟ العلم. العلم، قال أخبر عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدون العلم تحصل الفتن. ولذلك في أخبار عبد القادر الجيلاني، يعني رجل عالم ورجل صالح، هذا الرجل مرة راح يتمشى في البرية. ليش يتمشى في البر؟ يعني ذهب للسياحة القلبية. لذلك أهل الصلاح والخير ليس منتهى الذهاب للبر والبحر أنه يتنزه فقط، هو يتنزه ولكن يحصل الفكر في ملكوت الله سبحانه وتعالى. فبينما هو في الصحراء إذ عرضت له سحابة، يعني الآن السماء ما فيه إيش؟ ما فيه سحاب. هذه مذهلة ولا غير مذهلة؟ مذهلة. ثم تبدت له في السحابة صورة، ثم قال له يا عبد القادر. صار كم مذهل الآن؟ سحابة، بعدين في السحابة، بعدين فيها مخاطبة، ثلاث، بعدين المخاطبة باسم من؟ باسمه هو. قال له يا عبد القادر إني أنا ربك وإني قد أحللت لك ما حرمت على الناس. فجمع بصاقه ثم بصق عليه، قال اخسى يا عدو الله، ما أنت إلا إبليس. فقال له يا عبد القادر قد أضللت قبلك 70 عابدا، فبأي شيء عرفتني؟ قال ذلك أني علمت أن الله لم يكن ليحل لعبد القادر ما حرم على محمد صلى الله عليه وسلم. شوف العلم. العلم. ولذلك ثبات الدين في الناس وقوته ودفع الفتن عنهم وحصول الألفة ولزوم الجماعة والتآخي والمودة والرحمة هو في العلم الذي يبين لهم دين الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يتأكد القيام بهذه الفريضة ولا سيما في هذه الأزمان التي قل القائم فيها ببيان العلم والدين للناس. والدين والعلم إذا بقي في الناس بقي الخير، وإذا ذهب من الناس ذهب الخير. ويدل على هذا الأثر الذي رواه الدارمي وغيره عن ابن شهاب أنه قال، وكان من التابعين، كان من مضى من علمائنا، يعني من الصحابة والتابعين، يقولون الاعتصام بالسنة نجاه، وإن العلم يقبض قبضا سريعا، فنعش العلم ثبات الدين والدنيا، وذهاب العلم ذهاب ذلك كله.
ولذلك جدير بكل من وهبها الله علم على أي قدر كان أن تكون عنده غيرة على دين الله على بقاء الخير في الناس، فيحرص على بث الخير وتعلمه ليكون أمانا للمسلمين في حفظ الخير فيهم ببث العلم ونشره. ولذلك عندما نجتمع نحن ونجلس ساعة أو ساعتين نرجو أن يكون رباطا عند الله عز وجل في حفظ الدين على هذه الأمة. لو أننا بعد أن كملنا هذا البرنامج كل واحد منا راجع هذه الدروس وقرأها وحفظها ثم سعى في تعليمها الناس بكلمة في المسجد أو خطبة في جامع أو كلمة في منتدى أو مجلس أو درس علمي أو غير ذلك، يبقى الدين فينا. لكن إذا كان الإنسان لا يقبل على العلم ثم إذا تعلم لا يعلم، ترى العلم يذهب والدين يذهب والخير يذهب، والدنيا إذا ذهب الدين لحقته.